سؤال تاني بيقول: في سفر الرؤيا موجود كلمة الخروف المذبوح، يقصد الابن والاب، يعني في السماء هنشوف الاب والابن ولا ايه؟ طبعا هنشوف الاب، هنشوف الابن، هنشوف الروح القدس. في رؤيا روحانية لا نستطيع ان نصفها ولا ندركها. طبعا الاب غير مرئي، اللاهوت نفسه غير مرئي، الابن لما تجسد احتفظ بجسده معاه، هنشوفه في الجسد. لكن الاب والابن الروح القدس من جهة الالوهة هندركها بصورة ما، لا نستطيع أن نخمنها حتى، لأن الآب لا يرى. طب إحنا في الأبدية هنتحرم من رؤيته؟ أكيد في رؤية طوبانية، رؤية فائقة للوصف، مش بالعينين بتاعت الجسد دي، في حاجة تاني هي إيه ما أعرفهاش. لكن ثقوا إن إحنا سنعين الله من جهة المسيح، ناسوته موجود ونراه كما هو، زي ما قال القديس يوحنا في رسالته، ونكون مثله لأننا سنراه كما هو في مجيئه. لكن بقية الثالوث من جهة ألوهيته حاجة تانية خالص. سؤال تاني: هل ربنا يسوع المسيح لما نزل